أهلا بكم مشاهدينا الكرام. انفردت الرابعة في تغطية الانتخابات التشريعية العراقية بصورة ملفتة من خلال مواكبة الأحداث منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية أعلان النتائج النهائية وما تبعها من أحداث وتطورات. أما في بلاد الأرز، غطت الرابعة الاقتراع البرلماني اللبناني من خلال نشراتها وبرامجها وفقراتها على السوشيال ميديا. اتفوقت على باقي القنوات المحلية في نقل هذا الكرنفال بحذاقة ومهارة. شمس بداية نتواجد في قلب العاصمة اللبنانية بيروت لتغطية الحدث الأبرز وهو انتخابات النيابية للمجتمع اللبناني بعد أن ارتأت إدارة قناة الرابعة الانفتاح على المحيط العربي وتغطية هذه الأحداث المهمة. أما في الانتخابات التركية فكانت الرابعة سباقة بنقل صورة التنافس المحموم الذي سبق الاقتراع بفترة، ونقلت الأحداث والنتائج من خلال شبكة مراسليها التي توزعت على مراكز الاقتراع في اسطنبول وأنقرة ومدن تركية أخرى. يعني كما وصفت لنا ربما هذه الدقائق الأخيرة أنهى الناخب التركي واجبه، ولكن خلال ساعات النهار قيل أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 80%. إذ استحدثت المؤسسة قبل الانتخابات بأيام فقرة على مواقعها في السوشيال ميديا أطلقت عليها تركيا في دقيقة، ويتم تحديثها كل 24 ساعة لوضع المشاهد العراقي بآخر المستجدات التي عاشتها الجارة الشمالية. أبرز الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لكم أبرز أحداث تركيا في دقيقة واحدة من الرابعة. خصصت الرابعة للمشاهد العراقي خيارات أوسع عبر شبكتها نجوم الرابعة التي حصلت المؤسسة من خلالها على رخصة البث التلفزيوني الرقمي أول شبكة بالعراق. فيما وقعت بعدها اتفاق شراكة مع قنوات بي ان سبورتس لمدة عامين، إذ يتيح الاتفاق خيارات أشمل عبر جهاز نجوم الرابعة. تعرضت الرابعة على اعتداء إرهابي تمثل باختراق موقعها على منصة التليجرام، إذ قام داعش الإجرامي بنشر جرائم ضد الإنسانية بحق مدنيين ورجال القوات الأمنية، مستغلا بذلك الجمهور الموجود في قناة الرابعة على التليجرام. القناة تعرضت أيضاً لاعتداء وتخريب من قبل جهات سياسية، أقدمت على اقتحام القناة وأرهبت موظفيها بعد تكسير محتويات المؤسسة وتدميرها، لتتوالى الإدانات بعدها على المستوى المحلي والعربي ضد هكذا تصرفات. أظهرت مقاطع فيديو لحظة دخول أتباع التيار إلى مقر التلفزيون الرابعة بعد محاصرته لساعات وعجز قوات حفظ القانون عن التصدي لهم. وطيلة العامين من عمر القناة الفتية تميزت المؤسسة باستضافة شخصيات سياسية بارزة من الخط الأول على مستوى العراق والوطن العربي، ووقفت على العديد من القضايا المفصلية المهمة التي تخص المنطقة من خلال برامجها أو لقاءات خاصة. وكي تواصل الرابعة نجاحاتها بعرض محتواها الخبري والرياضي والتفاعلي، أطلقت المؤسسة مجموعة قنوات رياضية وترفيهية وسياسية ودينية، ومحطة إذاعية ووكالة إخبارية وموقعا إلكترونيا وتطبيقا ذكيا لنقل آخر المستجدات، سواء عبر بيانات رسمية أو مصادرها الخاصة بصفحات تتجاوز ملايين المتابعين وتسجل ملايين الزيارات.